السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وحديثنا اليوم عن الأحكام الشرعية المرتبطة بفقه الصيام. كثير من الناس يتساءلون عن قضية الأحكام الشرعية وبيان الحلال والحرام في الصيام وفي رمضان. أولا أيها الأحباب الكرام، ما حقيقة الصيام وما معنى الصيام؟ الصيام هو في اللغة معناه الإمساك الذي يصوم عن الشيء، يعني يمسك عنه. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كلمات قالها سيدنا زكريا عليه السلام، يقصد بأنه امتنع عن الكلام. هذا يسمى صيام أهل الكتاب، عندهم ما يسمى بصيام الامتناع عن الكلام. فهذا هو معناه في اللغة، هو الامتناع. لكنه في الشرع معناه الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيرهما من طلوع الفجر إلى شروق الشمس مع النية. هذا هو الحكم الشرعي في تعريف الصيام، الإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات. من ماذا؟ من الأكل والشرب أولا، ثم من الجماع ومقدمة الجماع وغيرها. وهذا كله له توقيت، من غروب الشمس، من شروق الشمس إلى غروبها، لأن هناك أديان أخرى عندهم صيام 23 ساعة، هناك صيام 3 أيام عند بعض الأقوام الآخرين. فطوائف من اليهود يصومون تقريبا المدار اليوم أقل من 24 ساعة، ومنهم من يصوم 3 أيام متتاليات، صيام سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت. صيام المسلمين ميسر وسهل، يكون فقط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل هذا مع تبييت النية بالقلب. الأصل في وجوب هذا الصيام هو قول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فهذا الصيام جعله ربنا عز وجل كما كتب على الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وكتب لغيرهم من الأديان. فالأمة الإسلامية بدورها ربنا كتب لها الصيام، وقال بأنه أياما معدودات، يعني شهر أو 29 يوما، لأن هناك أمم سابقة كانوا يصومون 60 يوما، يصومون 70 يوما، وأكثر من ذلك وأقل. والأمة الإسلامية هي الأمة المرحومة، ربنا قال أياما معدودات. فكتب عليكم معناه فرض عليكم، والغاية هي لعلكم تتقون، تحصيل التقوى. هذا في الكتاب العزيز. أما في السنة النبوية فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا معناه الوجوب. بني الإسلام على 5، يعني فرائض الدين 5، من بينها الصيام. فهذه هي المشروعية، لأن مشروعية الأحكام نبحث في مصدري التشريع، الكتاب والسنة. كل مسألة نريد أن نعرف مشروعيتها نلجأ إلى القرآن العظيم وإلى أحاديث سيد الأولين والآخرين، ونأخذ الآيات والأحاديث وننظر ماذا جاء فيها: فرض، كتب، بني، كل هذه تدل على ماذا؟ على أوامر. والأمر إذا جاء فهو يكون للوجوب. فنحن أمة مسلمة مرحومة، ربنا فرض علينا
صيام رمضان، اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وحديثنا اليوم عن الأحكام الشرعية المرتبطة بفقه الصيام. كثير من الناس يتساءلون عن قضية الأحكام الشرعية وبيان الحلال والحرام في الصيام وفي رمضان. أولا أيها الأحباب الكرام، ما حقيقة الصيام وما معنى الصيام؟ الصيام هو في اللغة معناه الإمساك، الذي يصوم عن الشيء يعني يمسك عنه. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، كلمات قالها سيدنا زكريا عليه السلام، يقصد بأنه امتنع عن الكلام. هذا يسمى صيام أهل الكتاب، عندهم ما يسمى بصيام الامتناء عن الكلام. فهذا هو معناه في اللغة، هو الامتناع. لكنه في الشرع معناه الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيرهما، من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، مع النية. هذا هو الحكم الشرعي في تعريف الصيام، الإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات. من ماذا؟ من الأكل والشرب أولا، ثم من الجماع ومقدمات الجماع وغيرها. وهذا كله له توقيت، من غروب الشمس، من شروق الشمس إلى غروبها، لأن هناك أديان أخرى عندهم صيام 23 ساعة، هناك صيام 3 أيام عند بعض الأقوام الآخرين. فطوائف من اليهود يصومون تقريبا المدار اليوم أقل من 24 ساعة، ومنهم من يصوم 3 أيام متتاليات، صيام سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت. صيام المسلمين ميسر وسهل، يكون فقط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل هذا مع تبييت النية بالقلب. الأصل في وجوب هذا الصيام هو قول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فهذا الصيام جعله ربنا عز وجل كما كتب على الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وكتب لغيرهم من الأديان. فالأمة الإسلامية بدورها ربنا كتب لها الصيام، وقال بأنه أياما معدودات، يعني شهر أو 29 يوما، لأن هناك أمم سابقة كانوا يصومون 60 يوما، يصومون 70 يوما، وأكثر من ذلك وأقل. والأمة الإسلامية هي الأمة المرحومة، ربنا قال أياما معدودات. فكتب عليكم معناه فرض عليكم، والغاية هي لعلكم تتقون، تحصيل التقوى، هذا في الكتاب العزيز. أما في السنة النبوية فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا معناه الوجوب. بني الإسلام على خمس، يعني فرائض الدين خمسة، من بينها الصيام. فهذه هي المشروعية، لأن مشروعية الأحكام نبحث في مصدري التشريع، الكتاب والسنة. كل مسألة نريد أن نعرف مشروعيتها نلجأ إلى القرآن العظيم وإلى أحاديث سيد الأولين والآخرين، ونأخذ الآيات والأحاديث وننظر ماذا جاء فيها: فرض، كتب، بني، كل هذه تدل على ماذا؟ على أوامر، والأمر إذا جاء فهو يكون للوجوب. فنحن أمة مسلمة مرحومة، ربنا فرض علينا صيام رمضان، اللهم تقبل منا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.